علاج عن نقص وزن. السيدة عندها سمنة. قلنا هاد الوصفة سهلة. ماذا بينا تعطيها شي وصفة؟ الو سمع اختي، أي حاجة خديتي من هاد الشيء غطيحي 5 كيلو بلا ريجيم في الشهر. البصلة، الثومة، الخرشف، القوق، الفجل، الرجلة، الخرطال، مريوت، الحامض، خل التفاح، حرير سيغما دو مايس، وباش تساعد شوية تتنقص من الشهية وداك الشيء كامل تاخذ الخروب. الخروب الوغ شنو دير هذه الطريقه هذه كيفاش دير؟ تاكلهم كاملين تخطي حاجه وحده؟ الا بغات دير الخدمه واعره وتضعف بالزربه وما تفوتيش 8 9 كيلو في الشهر لك التغريده بزاف باش ما تجلديش. ايه وهاد الوصفه راه تعطيك طيحي حتى كيلو في النهار. تصوبش الهضاب هذا الشيء اللي قلت، تاخذ بصله تشلدها، تاخذ فرع ديال الثومه تحيد القلب ديالو وتشلدها. واخا دكتور وعي حبه حبه باش نقيدو. قلنا بصله مشلده زائد واحد فص ثوم. فص ثوم زائد الفجل، هادو كاينين على طول العام. الفجل اييه نشوفو في السوق. كاين الخرشف دابا نزيدو الخرشف. خرشف. كاين القوق نزيدو القوق. القوق. كاين الرجله نزيدو الرجله. الحامض كاين موجود الوقيته ديالو نعصرو عليها هذا نصوبوش لهذا نعصرو عليها حامض. هادشي واش مسلوق ولا خضر؟ لا كلشي خضر. كلشي ما بغاوش خضر. ياخذوا معلقه ديال الزيت البلديه يديروها في مقله يعطيو العافيه حتى تحمى مزيان يشرحوا هادشي طريفه ترقاق يلوحوه غير يلوى. يحطوه في القنت يقاردي اللون المذاق الفيتامينات الاملاح المعدنيه كبير كل شيء تيبقى فيه وتيبنان وتيحلى شويه. تاكلو شنو جوج مرات مره شنو؟ الخدمه اما يفطر الواحد ويصبر واحد الساعه ما كان كرشو خاويه وياكل هاد الشلاضه ياكلها تيتقهم تيشبع. الخدمه المخيره هي الفطور. الفطور بلا خبز بلا حتى حاجه. اذا راه بنينه. راه بنينه ياكلها بمعلقه يزيد ملح يزيد بزار يزيد اللي بغى يدير لي اوموا 75% من هاد العقاقير ولا من هاد لاصالات. اذا تفطر به ويزيد اللي بغى. بغى يزيد الخص يزيدو يزيد الخيار يزيد باطيشه يزيدو اللي بغاو اللي بغاو. الفطور وهذا الغدا يتغداو تيتقهموا ما كاينش مشكل. في العشاء اما ياخذ هاد الشلاضه بين الغدا والعشاء كوم كاسكروت والعشاء يكون خفيف. اذا الغدا ما تاخذ والو؟ لا في الغدا ما تتغدى عادي تتغدى تتشبع تتقهب ما ديرش هاد الشريده ديال وبين الغدا والعشاء ياخذوا هاد لا سالاد. ما بغاوش الخدمه اونكور الزوينه والفنه هي يديروها هي العشاء. ديروها هي العشاء ولا داروها هي الفطور هي العشاء كيلو في النهار. اذا عندنا الفطور هي العشاء كيلو في النهار. كيلو في النهار قلنا بصيله مشلده وممنوع يفوتوا 7 8 كيلو في الشهر. واخا قلنا بصيله مشلده دريز ديال الثومه الفجل الخرشوف الخرشوف القليبات ديالو ولا داك الخرشف ولا الوراق راه تيجي بنين غير ما تعرفوش كون شفتوا اللفت المحفور كي تيجي بنين. والخيار تيجي بنين. الفجل تيجي بنين الا درتو على الطريقه شرحتو ودرتو معلقه كبيره الزيت البلديه في المقله وعطيتو العافيه بجهد وديتو غير الهواء غير تشحر شويه زيدي شويه الملح راه تيجي بنين. كيجي بنين. قلتي لي شحال هذه ورقه الخرشوف نغليوهم؟ اختي الرحمه. الرحمه هذيك احسن. الكوليسترول دقبط لا ديابيت دقبط لا اختصاص الكبده. اذا الورق ديال الخرشوف شنو نديروا لهم؟ الورق يتشدوا عندك جوج حوايج يتقطعوا بحال القزبر المعدنوس يتعصروا يتشرب الماء ديالهم بلا ما نصدع بنادم بهذا الشيء كامل حيت المواد الفعاله اللي كاينه فيها تذوب في الماء. أيه. يشدوا الورق الخرشوف يلوحوهم في الطنجره يزيدوا عليهم الماء يتبخوا مزيان يصفيوا يشربوا كاس قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء راه ممتاز لواحد الدرجه كبيره. الناس شحال تتنقص هذه في هذه الوصفه هذه تقريبا؟ ماشي غير تتنقص اللي اهم من هذا الشيء تذوب الكوليسترول تذوب الكوليسترول راه هي الشحمه في الدم اذا تتضعف هذه اوتوماتيك. اذا كاس قبل الفطور كاس قبل العشاء قبل الغداء وقبل العشاء راه اختصاص الكونسير ديال الكبده الاحتقال الكبدي الهيباتيت فيرال سي تتخلق لنا المرار بزاف فيها العجب. والناس بغيت نعطي دابا بالزربه قبل ما نساليو الناس يتخوفوا من العشوب على الكبده اللي تتهضر معاه تيقول لك ناري سخونه ناري حاره ناري هذاك. الو سمعوا من الحوايج هضرنا دابا على الخرشف كاين الهندبه بالريه الهندبه اللي هي بوعقاد ماشي هي لا شيكوري راه كاين الفرق. الو عندنا الحوايج اللي تيتستعملوا الكبده الدنجال الفريز الدنجال مزيان اليازير المصاصه الشفرجل حرير الكبال ساسنو التمر الزبيب العسل السكوم وجطم العنب النعناع لي زيبينار الحبق الصوفي حبه حلاوه شندقوره سكينجبير الجعيديه. يلا واحد البارح قال لي سكينجبير سيدر الكبده سكينجبير الجعده ولا الجعيديه زريعه البطيخ تايده
المسكة الحرة، القرفة، الخدنجال، الكبار، سيقنطيس، هادو كلهم اختصاص الكبدة. الكبدة. اسم كاع المستمعين اللي كيتواصلوا مع فقرتك دكتور، انا كنشكرك بزاف على الجهد. اخر مرة كانت طرحت سؤال قالت لي راجل تعطلوا عليها، الور تاخذ كاس ديال الشيح قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء قبل النعاس، راه غديك لونشينا هذاك لونش اختصاص. شكرا لك دكتور جمال فقلي على تواجدك معنا، وغدا ان شاء الله مواعيد جديد ومع كذلك فوائد جديدة. ما تنساوش من الان تبعثوا الرسائل القصيرة ديالكم، يكفي فقط انكم تكتبوا اسكا، خلي واحد لاسباس صغير كتبوا الاسم ديالكم بالكامل، كتبوا كذلك الحالة ديالكم والمرض ديالكم دائما بأدق تفاصيل باش تعاونوا الدكتور انه يلقى ان شاء الله العلاج مناسب. رسلوا هادشي كله على رقم 50 54، ودائما كنتمنى متابعة موفقة لجميع فقرات إذاعتكم أم فم في أمان الله. بوفائكم ووفائنا حققنا مجد السبق على مستوى الاستماع، بقلوبنا ببرامجنا نزف لكم ريادتنا. أحبتي في الله، شكرا.